للتعليق على المجريات وما يجري في قطاع غزة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ ياسر أبو هين من قطاع غزة. أهلا بكم أستاذ ياسر إلى هذه الجولة الإخبارية. ما هدف فعالية اليوم وكيف تم الإعداد لها؟ أستاذ ياسر تسمعني؟ نعم أسمع. نعم، ما هي أهداف فعالية اليوم وكيف تم الإعداد لها؟ يعني هي الجمعة الثالثة من جمعة مسيرات العودة التي أعلنت عنها الهيئة التنسيقية الوطنية العليا لمسيرة العودة. الجمعة هذه كانت بعنوان جمعة حرق العلم ورفع العلم الصهيوني ورفع العلم الفلسطيني. هذه الجمعة هي موجة ثورية جديدة من حالة التحشيد وحالة الاستنفار والاستنهاض التي يقوم بها الفلسطينيون في شتى بقاع الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة لإعادة الزخم وإعادة يعني الاهتمام بقضية العودة التي تتآمر عليها كل قوى يعني الشر في العالم. نعم استاذ ياسر، عذرا على المقاطعه، مشاهدين هذه الصور التي تشاهدونها على الشاشه الرافدين صور مباشره من اماكن التظاهرات التي يخرج بها او خارج بها الفلسطينيون في الجمعه الثالثه، جمعه رفع العلم الفلسطيني. نعم استاذ ياسر. اليوم خرج الفلسطينيون بعشرات الالاف في قطاع غزه تحديدا، حتى اللحظه هناك حاله من الاشتباك المباشر ما بين المواطنون الذين خرجوا للاحتجاج سلميا دون يعني وواجهتهم قوات الاحتلال باطلاق النار الحي والمباشر واطلاق قنابل الغاز واستهدافهم برصاص القناص. وحتى اللحظه كما اعلنت وزاره الصحه اخر احصائيه عن اكثر من 120 اصابه بالرصاص الحي واستنشاق الغاز في قطاع غزه، بينهم 10 من الطواقم الطبيه التي استهدفتها قوات الاحتلال بشكل مباشر بقنابل الغاز. وقبل قليل ايضا اصيب صحفي فلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزه برصاصه مباشره في الصدر. اليوم قد يعني الحراك الجماهيري ربما في بدايته بعد صلاه الجمعه، وعاده هذه المسيرات وهذه المواجهات تشتد وتيرتها وتزداد يعني اشتعالا بعد صلاة الجمعة وصولا إلى ساعات الليل الأولى. نعم أستاذ ياسر، يعني ننوه إلى العاجل الذي ذكرته أيضا وزارة الصحة الفلسطينية بأن هناك 112 حالة إصابة من قبل الفلسطينيين برصاص الحي للكيان الصهيوني، وهناك من بينهم 10 من الطواقم الطبية شرقية خان يونس. مشاهدينا الخبر العاجل، وزارة الصحة الفلسطينية تقول بأن هناك 112 إصابة برصاص الحي وقنابل الغاز بينهم 10 من الطواقم الطبية شرقية خان يونس. يعني أستاذ ياسر، هذه الجمعة الثالثة، ما هي التدابير التي قمتم بها أو قامت بها جموع المتظاهرين للحيلولة دون وقوع ضحايا كما يحدث كل أسبوع؟ يعني واضح ان القياده الميدانيه لهذا الحراك تدرس يوما بيوم وجمعه بجمعه التدابير التي من شانها ان تحمي المتظاهرين وتقلل نسبه الخسائر في صفوف المتظاهرين السلميين. اذا عدنا بالوراء الى الجمعه الاولى، كانت جمعه دانيه استشهد فيها اكثر من 17 فلسطينيا، وبعدها توفي ايضا متاثرون باصابتهم، وصل العدد الى اكثر من 22 شهيد. نحن نتمنى الا تراق قطره الدم واحده من ابناء شعبنا الفلسطيني في غزه، لكن هناك تدابير يتم يعني اخذها في الميدان سواء للحماية من قنابل الغاز التي يطلقها الاحتلال الصهيوني أو الرصاص المباشر والقناصة، بجعل مسافة يعني فاصلة بين أو ابتعاد المتظاهرين بمسافات فاصلة تقيهم أو تحفظهم من رصاص الاحتلال. وبكل الأحوال الاحتلال الصهيوني حتى وان كان المتظاهرون لا يشكلون خطرا ميدانيا عليه، شهدنا في الجمعات الماضيه وفي ايام التظاهرات الماضيه انه يستهدف
المدنيين بشكل مباشر بواسطة القناصة، ومنهم الصحفيون مثل زميلنا الصحفي الشهيد ياسر مرتجى الذي استشهد الجمعة الماضية، وهو يبعد أكثر من 300 متر عن السلك الفاصل. نعم أستاذ ياسر، ما توقعاتك لما يمكن أن تحققه فعالية اليوم؟ عفوا السؤال مرة ثانية. ما توقعاتك لما يمكن أن تحققه فعالية اليوم؟ يعني هذا حراك متدحرج، والهيئة التنسيقية العليا لمسيرة العودة أعلنت أن الحراك ينطلق يوم 30 مارس ولا ينتهي في هذا اليوم، وصولا إلى الحراك الكبير والزحف الكبير باتجاه إزالة السلك الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 48. هذه الجمعة الثالثة وهي موجات ثورية متلاحقة يتم التجهيز لها مسبقا، ويعني التحضير لها مسبقا وحشد الجمهور وتأمين مشاركة فاعلة من كافة قطاعات الشعب الفلسطيني وشرائحه في قطاع غزة في هذه المسيرة. اليوم نشهد مشاركة آلاف، ربما الأسابيع القادمة سيكون على ذات المنوال أو على نفس المنوال، وصولا إلى يوم المسيرة الكبرى في 14 من مايو القادم، وهو ما أعلنت عنه الهيئة التنسيقية أنه يوم اجتياز الحدود وعودة اللاجئين إلى قراهم. نعم أستاذ ياسر أبو هينة الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.